نناقش في سوريا اليوم اللجنة الدستورية وجولتها السادسة التي يسودها التفاؤل، ونبحث تحركات أمريكا والأسد قبل المعركة المرتقبة في الشمال السوري، وإسرائيل تبدأ مناورات دون سابق إنذار. في المحور الأول لحلقة اليوم تنطلق الجولة السادسة لاجتماعات اللجنة الدستورية. يقول بيدرسن: أنا متفائل، فالسادسة توافقية وستشرع في صياغة الدستور السوري، لكن التضارب قائم بين الوفود المشاركة. سيادة الدولة والقانون أمور متفق عليها ومفروغ منها، لكن التفاصيل محط خلاف. عناوين أربعة ستبحث في جولة سادسة تأتي في ظل متغيرات سياسية وميدانية كثيرة. أما في المحور الثاني فتلوح أنقرة بعملياتها العسكرية شمال سوريا، فتسابق القوى الموجودة في البلاد الزمن لترتيب أوراقها وعسكرها. تدفع واشنطن بمدرعات برادلي للحسكة، ويزج الأسد بدباباته المتطورة إلى تل رفعت. الجميع يستعد للمواجهة المقبلة، لكن لا أحد يعرف مسرح الحرب المقبلة سوى من قال إنها قادمة، أي الأتراك. أما في المحور الأخير تدق تل أبيب طبول أسطولها الحربي، فتطلق بشكل مفاجئ مناورات تحاكي حربا شاملة. يتحدث الإعلام الإسرائيلي: ما الذي يجري؟ وما المراد من المناورات؟ ولمن توجه الرسائل؟ مرحبا بكم. انطلقت في مقر الأمم المتحدة في جنيف انطلقت اجتماعات الجولة السادسة من مناقشات اللجنة الدستورية وسط تفاؤل أبداه المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسن، حيث ستناقش الوفود المشاركة مبادئ دستورية. هذا وقال موفدنا إلى جنيف أن النظام والمعارضة اتفقا على نقطتي سيادة الدولة وسيادة القانون وسط خلاف على باقي العناوين الأربعة. هذا ورحبت الخارجية الأمريكية بانطلاق الجولة السادسة داعية إلى الدفع للوصول إلى حل سياسي وفق القرار 2254. تسعة أشهر مضت مذ خرجت الوفود المشاركة في الجولة الخامسة من مباحثات اللجنة الدستورية من هذه البوابة كما دخلتها قبل عامين أول مرة. أشهر مديدة ماتت فيها اللجنة سريريا قبل أن تبعث اليوم من جديد في نسختها السادسة. تنازلت المعارضة عن شرطها عقد جولات أطول، وتنازل النظام ظاهريا عن تبديده الجلسات بنقاشات غير مدرجة في جدول الأعمال، ووافق الطرفان على منهجية بيدرسون الجديدة القاضية بتقديم الوفود مقترحاتها لنصوص المبادئ الدستورية قبل الاجتماعات. احنا اليوم يعني عم نقوم بواجبنا تجاه أهلنا، تجاه شعبنا، تجاه وطننا، ويفترض أنه تم الاتفاق على منهجية معينة مثل ما سمعتوا بوسائل الأنباء. المنهجية أنه يتم طرح على الأقل أربع مبادئ، بيقوم كل طرف من الأطراف الثلاثة بتقديم المبدأ الخاص له عن كل جلسة، يعني عن كل يوم قبل يعني انعقاد الجلسة بوقت كافي. لحد الآن يعني إحنا بنترقب الدخول إلى الجلسة وفعلا يتم الالتزام بهذا الأمر. التفاؤل الحذر لوفد هيئة التفاوض قابلته انتقادات من شخصيات وأطراف معارضة غير ممثلة في اللجنة، ترى في المسار الدستوري بشكله الحالي تفريطا بالحقوق وتقويضا للقرار الدولي 2254. بأن نجاح هذه المؤسسة الدستورية هو يؤدي من حيث النتيجة إلى استمرار بقاء النظام إلى أمد غير مسمى، وهذا يعني أن ما يشيعه النظام بأنه يعرقل أعمال اللجنة الدستورية هو من باب النفاق السياسي، فهو سيقدم نفسه على أنه يقدم ما يسمى تنازلات مؤلمة
هي بالواقع تنازلات مفرحة بالنسبة له، لأن هذه اللجنة بشكل الحالي سيؤدي إلى إعادة إنتاج النظام، وهي تمثل التفافا صريحا على مخرجات جنيف وعلى القرارات الدولية التي تنص صراحة على أن الحل السياسي في سوريا يبدأ بتشكيل هيئة حكم انتقالي. رغم ذلك تجازف المعارضة بالانخراط في جولة جديدة ستناقش على مدار 10 جلسات نصوصا دستورية يفترض أن تندرج تحت عنوانين رئيسيين، سيادة القانون وسيادة الدولة، بحسب ما اتفق عليه الرئيسين المشتركين في اللقاء الذي جمعهما مع بيدرسون عشية انطلاق الجولة. بجر أحمد، تلفزيون سوريا، جنيف. ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة موفد تلفزيون سوريا إلى جنيف بشر أحمد، ومعنا أيضا عضو اللجنة الدستورية عن وفد المجتمع المدني من جنيف أيضا مازن غريبة. أهلا ومرحبا بكما. سأبدأ معك بشر أحمد، ما هي آخر المستجدات لديك؟ اليوم عقدت جلسة واحدة وليس جلستان كما جرت العادة، اعتبارا من الغد ستعقد جلستين في كل يوم. السيد هادي البحر الرئيس المشترك للجنة الدستورية خرج اليوم متفائلا وأدلى بحديث للصحفيين، بدأ فيه متفائلا وبرر عدم انعقاد جلستين اليوم وتأخر النظام بتقديم النصوص المقترحة من قبله حتى وصول الوفود إلى مبنى الأمم المتحدة في جنيف. برر ذلك بأن التأخير كان بسبب الاتفاق النهائي بين الأطراف المشاركة في اللجنة على آلية محددة للنقاش وعلى آلية محددة إذن للنقاش، وبالتالي حدث هذا التأخير الصغير وعقدت اليوم جلسة واحدة. لكن السيد هادي البحر بدأ شديد التفاؤل ب يعني مجريات جلسة اليوم. لكن هل حصلت من هل حصلت على أي معلومات حول الآلية التي تتحدث عنها؟ الآلية التي ستتبعها اللجنة في الأيام المقبلة بحسب طبعا أعضاء في الوفد المعارض هو أن اللجنة قد انتهت من مرحلة النقاش في العموميات وبدأت بالفعل في كتابة مبادئ عامة للدستور. لكن ما الذي سيحدث لاحقا؟ هذه الوفود المشاركة هي الوفود المصغرة ولا تستطيع أن تقر حقيقة أي مواد دستورية. ستناقش هذه المواد ثم ستذهب المواد المتفق عليها بين الوفود إلى اللجنة الموسعة التي ستصوت عليها وتعدلها أو تقرها أو تلغيها. بالتالي كل ما يحدث الآن في جنيف هو مرحلة أولية لكتابة المبادئ العامة للدستور، هذا إن اتفقت الوفود على مبادئ مشتركة فيما بينها. لأن اليوم مثلا تم طرح موضوع بقرار من النظام، أو عفوا كان يعني اليوم النظام هو من قدم النص الدستوري المقترح حول سيادة الدولة السورية، هكذا سماها سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلال ووحدة أراضيها. النظام قدم نصه المقترح وحاول التشتيت أيضا بالحديث عن تعريف العمالة والتخابر وما إلى ذلك. أيضا هناك وفود أخرى قدمت نصوص بديلة، هناك أعضاء من وفود أخرى قدموا أسئلة واستفهامات واستفسارات، ويعني جرى النقاش حول هذا المضمون الدستوري، لكن ولن يتم إقراره إلا في نهاية هذه الجولة عندما يتم التوافق على بعض المضامين والمبادئ الدستورية ورفعها إلى اللجنة الموسعة لتصوت عليها. نعم، أيضا بشر يعني كما تحدثت النظام والمعارضة اتفقا على نقطتي سيادة الدولة وسيادة القانون وسط خلاف على باقي العناوين الأربع، تفاصيل أكثر عن هذا الأمر. النظام قدم عدة مقترحات هي سيادة الدولة والإرهاب وعناوين أخرى، لكن المعارضة قدمت أيضا موضوع استقلالية القضاء، سيادة القانون، وجيش القوات المسلحة. الآن العناوين المتفق على مناقشتها هي سيادة الدولة كما طلب النظام وسيادة القانون كما طلبت المعارضة.
لكن قد تدخل خلال الأيام القادمة عناوين أخرى، وقد لا يتم إنجاز هذه العناوين المتفق عليها حتى. نعم، أشكرك جزيل الشكر موفد تلفزيون سوريا إلى جنيف بشر أحمد. وأنتقل إلى السيد مازن غريبة، أرحب بك معنا مجددا في برنامج سوريا اليوم. يعني المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسن متفائل في هذه الجولة، هل من أسباب تدعو إلى التفاؤل برأيك؟ بداية مساء الخير لك وللسادة المشاهدين والمشاهدات. أعتقد أنه من المبكر جدا الحديث عن تفاؤل أو يعني عن جولة إيجابية أو سلبية، خصوصا بأنه يعني بعد انقطاع حوالي 8 أشهر لم تحدث اليوم إلا جلسة واحدة، وبالتالي أعتقد أنه لا زال مبكرا إطلاق يعني قيمة إن كانت سلبية أو إيجابية. لكن هناك عدد من ربما بعض الأمور التي أنظر لها وننظر لها بوفد المجتمع المدني على أنها بعض الأمور الإيجابية، على سبيل المثال بأن هناك أجندة واضحة للنقاش الدستوري ضمن صلب العملية الدستورية، بمعنى أن هناك أجندة تم الاتفاق عليها بنقاش 4 عناوين دستورية على الأقل خلال هذه الجولة، وأن تلتزم جميع الوفود بتقديم نصوص دستورية وأن تلتزم في النقاش الدستوري، يعني مما يضيق مساحة وهامش المناورة وإضاعة الوقت. وبالتالي يبدو بأننا اليوم قد يعني بحسب المعطيات المتوفرة حاليا التي قد تتغير طبعا، لكن لأنها عملية تفاوضية فبالتالي هناك كثير من المعطيات التي يمكنها تتغير، لكنها اليوم نحن في صدد نقاش دستوري حقيقي ضمن ولاية اللجنة الدستورية. أيضا من الأمور الإيجابية بأن هناك يعني تم الاتفاق على 4 عناوين عامة، وكما ذكرتم في تقريركم العنوان الأول هو سيادة الدولة السورية، العنوان الثاني متعلق بسيادة القانون، والعنوان الثالث متعلق بالمؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية والاستخبارات، والعنوان الرابع متعلق بموضوع مكافحة الإرهاب ونبذ العنف. بالطبع هذه العناوين تم اختيارها من كل الوفود المشاركة، ليس فقط وفدي النظام والمعارضة، حيث تم اختيار عنوانين، عنوان من وفد النظام وعنوان من وفد المعارضة، وتم اتفاق على العنوانين الآخرين من العناوين التي قدمت من وفد المجتمع المدني. كما تعلمون وفد المجتمع المدني يعني عمليا هناك يعني يمكن يعني النظر إليه على أنه يعني مجموعتين بشكل أساسي، نظرا للاستقطابات السياسية الموجودة في هذا الوفد. فبالتالي أيضا تم اختيار عناوين بالتوافق من قبل العناوين التي طرحت من قبلنا، إن كان في مجموعتنا في المجتمع المدني أو في بقية. ما هي العناوين التي قدمتموها في وفد المجتمع المدني سيد مازن؟ قدمنا مجموعة واسعة من العناوين، أهمها كان العناوين المتعلقة بسيادة القانون التي تم اختيارها، وأيضا العدالة الانتقالية، إضافة إلى عناوين متعلقة بالتعددية الحزبية والتداول السلمي للسلطة، ومواضيع متعلقة بحق التجمع والمجتمع المدني وحقوق المجتمع المدني، إضافة إلى عناوين إلى اللامركزية، وعناوين أخرى متعلقة بمواضيع المحاسبة والمساءلة وحقوق الإنسان. وبالطبع هذه العناوين التي قدمت في مجموعها ستشكل أجندة اجتماعات الجولات المقبلة، حيث إلى الآن هناك اتفاق مبدئي كما قلت قد يتغير مع خلال الأيام المقبلة لأننا في حالة تفاوضية لا يمكن التنبؤ بها. هناك اتفاق مبدئي أن سيكون هناك جولتين إضافيتين على الأقل يتبعان هذه الجولة، يعني كي يتسنى نقاش جميع العناوين التي قدمت من كافة الوفود. نعم، لكن هناك سؤال يطرح أيضا، وسؤال يعتبره الكثيرون أنه مهم جدا، يعني ما سلطة وفد النظام حتى يناقش هذه العناوين الجوهرية برأيك؟ بحسب القواعد الإجرائية للجنة الدستورية وبحسب تشكيل اللجنة الدستورية، وفد النظام هو وفد رسمي مرشح من الحكومة السورية، وبالتالي هو وفد يمثل الحكومة السورية، وذلك بحسب القواعد الإجرائية للجنة الدستورية وبحسب رسالة أساسا تأسيس اللجنة الدستورية التي أرسلها الأمين العام للأمم المتحدة كوتيريش في سبتمبر 2019.
فبالتالي الوفد، وفد ما يسمى بحسب بعض الإجراءات الوفد المسمى من الحكومة السورية أو المرشح من الحكومة السورية، هو بالأخير وفد رسمي لديه يمثل الحكومة السورية، وذلك أيضا كما قلت بحسب القواعد الإجرائية وبحسب تأسيس اللجنة الدستورية. لكن هل لديه سلطة سيد مازن للحديث ويعني بتفاصيل تخص سيادة الدولة ومكافحة الإرهاب وأيضا المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية؟ ما يحدث حتى الآن بأن هذا الوفد قدم صياغات دستورية لأول مرة منذ انطلاق العملية الدستورية، قدم صياغات دستورية مكتوبة وضع فيها تعريفاته ومبادئه وما يراه، ما يرى أن يجب إدراجه ضمن، على الأقل حتى الآن ضمن ما يتعلق بسيادة الدولة السورية، هذا العنوان الأول الذي تمت مناقشته اليوم، وقد تم تقديم هذا النص الدستوري بشكل رسمي إلى سكرتارية الأمم المتحدة قبل وقت من قبل ساعات من انعقاد الجلسة الأولى كي يتسنى لنا قراءته ودراسته ووضع ملاحظات أو نصوص بديلة له. وهذا ما جرى حقيقة في هذه الجولة، تم يعني حدث هناك مجموعة من النقاشات والمداولات وتقديم تحفظات واعتراضات وصياغات بديلة، فبالتالي كان هناك يعني نقاش، يعني على الأقل كان النقاش ضمن إطار العملية الدستورية. نعم، سنعود للنقاش سيد مازن، ولكن لنتابع سوية إن سمحت هذه التصريحات من جنيف، حيث اعتبر طارق الكردي عضو اللجنة الدستورية عن وفد المعارضة أن اللجنة بدأت أعمالها الحقيقية، فيما دعا الرئيس المشترك للجنة هادي البحرة إلى أن تتم الجلسات المقبلة بذات الأجواء الإيجابية التي تمت اليوم. فينا نقول إنه اللجنة الدستورية بدأت بأعمالها الحقيقية وبدأت بالمهمة المولجة فيها وفق ولايتها. بدأنا بصياغة الدستور، اتفقنا على كل الآليات لتقديم المبادئ وتقديم الصياغات الدستورية المحكمة. قدمت مبادئ، قدمت عناوين، وقدمت نصوص محكمة تصلح أن تكون نصوص دستورية بغض النظر عن الخلافات حول بعض الصياغات هنا وبعض الصياغات هناك، ولكن بدأت اللجنة الدستورية بعملها. اليوم تم الاتفاق على كامل آليات النقاش وآليات العمل ضمن اللجنة الدستورية، كما تم العقد أول جلسة حول صياغة الدستور وفق الصياغات الدستورية المقترحة. السيادة هي أحد المبادئ الأساسية في الدستور، سواء سيادة الدولة أو كون الشعب هو صاحب السيادة في الدولة السورية. تم التطرق من قبل اليوم، كان دور أحد الأطراف بتقديم ورقته وتم مناقشته من بقية الأطراف في اللجنة الدستورية، سواء بتوجيه أسئلة أو بتوجيه بعض الانتقادات أو بتقديم نصوص أخرى مقترحة لنفس البند. إذن كانت هذه تصريحات من طارق الكردي وهادي البحرة. أعود إليك سيد مازن غريبة، يعني ألا ترى أن كل من في سوريا يعرف ويدرك أن هذه الجولات هي فقط لإمضاء الوقت ريثما يكون هناك تفاهمات بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا؟ يعني بالتأكيد هذا جزء أساسي مما يجري، يعني هذه العملية التفاوضية يعني هي تتم داخل القاعة وهناك عمليات تفاوضية أخرى تتم خارج القاعة، وبالتأكيد أي عملية تفاوضية في سياق مشابه للسياق السوري أيضا تخضع لموازين دولية وأقليمية مختلفة، وبالطبع أي اتفاق دولي بين الدول الأساسية ذات التأثير مباشر على الملف السوري سيكون له دور أساسي ومحوري في التوصل إلى اتفاق داخل القاعة. وهنا أيضا أود الإشارة بأن يعني لاحظنا بهذه الجولة
بأن هناك يعني عودة جزئية للاهتمام الدولي في الملف السوري بعد أن يعني سنوات حقيقة من الجمود السياسي وابتعاد الكثير من الدول عن الملف السوري. نلاحظ يعني في هذه الجولة أن هناك اهتمام يتزايد متعلق بهذا الملف. شهدنا تصريحات أمريكية، أيضا هناك ضغوط روسية، إضافة إلى توافد مجموعة من الوفود الدولية ومن والإقليمية. وبالطبع هذا أمر يعني قد يكون أمر إيجابي، لأنه أيضا يتيح لنا كمجتمع مدني، يتيح لنا فرصة اللقاء مع هذه الوفود، الضغط على هذه الوفود بما يتعلق أيضا بالمبادئ الأساسية التي نعمل عليها المتعلقة بموضوع الإفراج عن المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين، والضغط باتجاه تبني آليات واضحة للمحاسبة والمساءلة لمجرمي الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان، وكل المواضيع المتعلقة بالعدالة الانتقالية وبالعودة وبالانتقال السياسي وبالتطبيق الكامل لقرار 2254. فبالتالي يعني عودة الزخم الدولي حتى إن كانت عودة تدريجية هو أمر يعني إيجابي. أشكرك. يعني قد على اللجنة الدستورية، وأيضا كما قلت يتيح لنا القدرة أكثر على يعني الضغط باتجاه القضايا التي تعني السوريين اليوم بشكل أساسي. عضو اللجنة الدستورية عن وفد المجتمع المدني مازن غريبا، كنت معنا من جنيف، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا فاصل ونعود.